تشريح مفصل الركبة. لازم تكون ملم كويس وعارف كويس قوي تشريح مفصل الركبة ده، وعارف كويس قوي المفصل ده بيتكون من ايه، والمفصل ده ايه اللي ماسك العظمة، عظمة الفيمر بعظمة التيبيا. طب المفصل نفسه ده بيتكون من ايه؟ لازم تكون عارف كل ده. بمثلها دايما لما حد يجي مثلا يصلح موتور. طيب انت لما تيجي تصلح الموتور ده هتكون مش لازم تكون عارف اللي جواه ايه كويس؟ فاحنا كذلك لما نيجي نشتغل كتأهيل الرباط لازم نكون عارفين الاول ايه العضلات المحيطة بيه، ايه مثلا المفصل اللي هو جواه الرباط ده، مفصل الركبة ده نكون عارفينه كويس ودارسينه كويس جدا جدا جدا. طيب الني جوينتس مكونة من ايه بالظبط؟ مكونة معانا من بونز وجوينتس وليجامنتس وتندونز ومسلز ونيرفس وبلود فيزلز. طيب عشان ما نقلبهاش تشريح قوي فاحنا ممكن ندخل في الموضوع على طول علشان برضو ما اطولش عليكم. طيب الني جوينت دي بتكون عاملة ازاي او شكلها عامل ازاي او الشكل التشريحي بتاعها ازاي؟ هناخد الحاجات المهمة بقى قوي اللي هي اللي احنا هنحتاجها النهاردة، ومش مهم الباقي. احنا عندنا بيبقى فيه عظمة الفيمر مع عظمة التيبيا، وفي قدامهم دول بيبقوا ملتقيين مع بعض، تمام؟ وفي قدامهم تبقى اللي هي عظمة الباتيلا، تمام؟ طيب ايه اللي ممكن يمسك عظمة بعظمة؟ تمام؟ يعني ايه اللي يخلي المفصل ده متماسك قوي كده؟ ايه اللي يخلي المفصل العظمتين دول ماسكين في بعض؟ خلي بالك ان الركبة دي من اهم المفاصل الموجودة في جسمك، هي حرفيا هي اللي شايلاك، هي اللي ماشياك، تمام؟ فبيكون عليها لود جامد قوي، بيكون عليها وزن الجسم. ايه بقى الحاجة القوية قوي كده اللي هي تخلي العظمتين دول متماسكين قوي كده؟